ودون شك لا أحد منا للأسف في منأى عن عواقب إرهاب الطرقات، ففي دقائق معدودة يتحول السليم منا إلى ذعاهة مستديمة أو فاقد لواحد من أطرافه إن لم تكن حياته. الروبرتاج التالي لنادية سلطان يسلط الضوء على المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في عادة التأهيل الوظيفي قصدي مرباح بتقصرين، عساكم تكونون من زوارها لا من نزلائها. لنتابع. حادث المرور هذا وقع خلال شهر رمضان الساعات الأخيرة قبل الأذان. أثناء السير خرج لي حافلة كان مقلق، كان هو يسير بسرعة فائقة الطريق اللي كنت موجود فيه، وقع الاصطدام. كليفينا قارينا باش نبدلوا الروضة، هبطنا من الكروسة هذاك وين هبطنا، جاست كروسة دوبلات على لينجون قاسنا، أنا تكسرت في زوج رجلين واللي كان معايا ما تربي راه. هم ضحايا لحوادث مرور خطيرة، وإن اختلفت أسباب وقوعها النتيجة ربما معاناة مدى الحياة. قصدنا مستشفى تقصرين حيث يتواجد بها حالات متنوعة تروي تفاصيل مأساتها. في الفيراج اللي كان داري في الأدروات دخلت فيها هذه الأكسيدة تاعي في الوقت اللي كنت مولي في الليل، راحوا لي الفران في الهبطة بوحة وتسلك روحي، مقدرتش دخلت في هذاك تاع السكور هذاك الطريق هذيك. أنا السبة تاعي تجاوز خاطئ تاع السائق اللي كان مورايا دي لابسيت خلفيه، داوني لوبيتال ايفاكيتي زي وزو اوبيريت، صرات لي دوبل فراكتور في التيبيا وفراكتور في الباسي. المختصون يؤكدون عن تعرض معظم هذه الحالات الى اعاقات وعاهات مستديمه، لكن هل التوعيه والتحسيس كافيه للتقليل من وضع يتضاعف يوميا بشكل لافت؟ الحالات يعني الخطيره كامل هو الكسر في العمود الفقري، هذاك الكسر العمود الفقري اللي يخلي الانسان عنده شلل في الرجلين وفي اليدين، ويقدر ممكن يخرج من المستشفى مام يعني بالاعاقه تاعو، وهذا يعني وضع كارثي. المرضى هذو نزيدوهم في القائمه تاع المعوقين اللي عندنا ديجا، اللي كاينين ديجا ورانا حاصلين بهم يعني في التكفل بهم، ونزيدو كل يوم، رانا نزيدو كل يوم، وهذا الشيء يعني ما نقدرش ماناش متصورين وراح نلحقوا بهذا الشيء. هذا هي عينة فقط مما تخلفه حوادث المرور في بلادنا، والقائمة مفتوحة طالما الإفراط في السرعة وغياب الثقافة المرورية وعدم احترام قانون المرور قائمة.